السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يا سعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برج الجوزاء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرنا بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فلاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى. لا اله الا الله. شايف عندك في حياتك الماديه فيها انقلاب، شايف عندك انقلاب في حياتك الماديه. بص هنا، شايف عندك هنا طريق فيه خير وفيه تفاؤل بإذن الله تعالى. شايف في طريق مسدود وطريق فيه خير بإذن الله تعالى. الطريق الخير ده تقدم ليك ورزق بإذن الله. حاول تستغله، حاول تستغله. هيبان لك خلاص قدامك، هتفتح أمامك الطريق وهيبان إن هو الطريق الصح اللي أمامك. شايف هنا؟ شايف عندك ماشي شوية تعطلات، شوية مشاكل، بس هتتخطاهم بمشيئة الله، هتتخطاهم بفضل الله سبحانه وتعالى. بلاش تسمع للكلام الكثير، بلاش تسمع للكلام الكثير، بلاش تزاول نفسك في أمور. أنا شايف عندك رزق وعندك خير وعندك فرحة بفضل الله تعالى. جدد الطاقة، جدد الطاقة الإيجابية واخرج من الطاقة السلبية اللي عندك. عندك خير، عندك فرحة، بلاش الإحباط، بلاش الكسل، بلاش الكسل. ماشي، شايف في مشاكل في بيتك، في نار، شايف مشاكل في بيتك مش قادر تخلص منها، عندك مشاكل كتير في حياتك، بتحاول تهدي النفوس، بتحاول تتخطى المشاكل دي ومش عارف. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة عليه. بسم الله، شايف عندك خروج من محنة. عندك خروج من محلة، عندك تعويض من ربنا سبحانه وتعالى. شايف الشريك هنا مش فاهمك، في مشاكل ما بينك وما بينه. دايما الناس بتتكلم على الشريك او بتتكلم عليكم، في كذا شخص عايز يوقعكم ما بينك وما بين الشريك، عايزين يكسروكم، عايزك تغير من نفسك، عايزك تغير من نفسك، لان هم عايزينك تسيب الشريك. الأيام اللي داية عندك خير بإذن الله. عندك هنا في سحر، في سحر بيتجدد، في سحر بيتجدد من 1/6، السحر بيتجدد تلقائيا كل شهر من 1/6. أنا شايف هي لسه ما اتجوزتش، الست دي أو البنت دي لسه ما اتجوزتش، هي اللي عمال تعمل عملت لك السحر، فالسحر بيتجدد، عندك طاقة سحر. شايف ان انت بتحاول تدعي وتقول يا رب خرجني من هذا السحر، خرجني من المشاكل، خرجني من اللي انا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك بتدعي كتير، بتقول يا رب انصرني، قلبك مكسور. بتلاقي حتى مهما تعمل بتلاقي ناس بتأذيك، مع انك عملت معاهم الخير لكن بيبخوا السم عليك. في مشروع او موضوع شاغل بالك فيه وبتحاول تدخل في هذا المشروع، ان شاء الله خير، شايف خير باذن الله تعالى، بس كن حويط وخلي بالك الايام اللي جايه. حاول تاخذ القرار الصح علشان ما تندمش عليه بعد كده. بسم الله الكاشف. انت وقعت في مشكله او وقعت في حفره، لان كتير حوطوك او وقعوك في حفره واتكلم عليك وهم الاقارب. هم الاقارب. بس انا شايف عندك حصان او حاجه هتخردك من اللي انت فيه، هتخرج من الدومه او التحويطه اللي حواليك. عندك تفاؤل باذن الله تعالى. حاول تحس بالتغيير، حاول تتغير من نفسك او تغير السكن اللي انت فيه او تغير حاجات، لان انا شايف في شراء مسكن او شراء بيت او شراء حاجه انت مستنيها، شراء سياره، في شراء حاجه معينه هتشتريها. عندك نجاح في الدراسة بمشيئة الله تعالى، عندك نجاح. شايف ان هنا انت عندك ندم، ندمان على حاجة عملته، ندمان على حاجة عملته، عندك كمية ندم.
اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك هنا بتحاول تلملم أوداعك، بتحاول تلملم أوداعك. شايف هنا برضو في طريق خير وطريق ريسك، طريق خير وطريق ريسك. حصن نفسك، حصن نفسك واقرأ الدعاء، وعليك بالتحصين، عليك بالتحصين علشان السحر يبعد عنك، عليك بالتحصين علشان السحر يبعد عنك ويبعد عن الطاقة السلبية، يبعد عن الطاقة السلبية. شايف هنا بسم الله الكاشف، خليك مستقل بنفسك، بلاش تسمع للآخرين، بلاش تسمع كلام الناس. عندك هنا اشتياق، مشتاق، عندك كمية اشتياق لأطفال، لأهل، لحبيب، مشتاق لحد، مشتاق لحد. انت في حد بعيد عنك مشتاق له جدا. هذا القراءة احبابنا في الله عامة لرجال ونساء وقراءة مفتوحة. شايفك ان انت في حد مسلف له او انت بتديله فلوس، انت مسلف حد فلوس. بسم الله الكاشف، اللهم صل على السيد محمد. شايف هنا في حد حق ردع لك فلوس، ردع لك سواء كنت انت مسلفها لحد، لان في فلوس دي لك، في مشروع مقدم عليه دي لك باذن الله تعالى، بإذن الله دايلك. اللهم صل على سيدنا محمد. بص هنا شايف الناس اللي حواليك مش كويسين جدا، خليك هادي وبلاش تتعصب وبلاش عشان تتخطى المشاكل أو تبعد عنها، حاول تبعد عنها، حاول تبعد عن المشاكل، لأن أنت في قصة حلوة، في طريق حلو، او حال انا شايف رحلة، حد هيكلم لك وهيعتذر لك على هذا هو عمله. شايف في حد هيكلمك ويعتذر لك. بلاش تسمع كلام كثير، والكلام الكثير بيخلي النفوس تشيل، بلاش تسمع كثير. في حد هنا بيحاول يتكلم معاك او يوصل لك، بيحاول يتكلم معاك او يوصل لك، بس خلي بالك في ناس بتحاول تخدعك، بتحاول توقف في شر أعمالك، خلي بالك، كن حريص. شايفنا أنت دايما بتدي لك الناس، بتعيب لك على أشخاص، بتقول لك الشخص ده مش كويس ابعد عنه أو هكذا. حاول أنت تقيم بنفسك وأنت اللي تشوف بنفسك، بلاش تسمع كلام حد، لأن أنت هتكشف الحقيقة قدامك، هتكشف كل شخص أمامك قدامك، بس الحقيقة هتودعك. شايفك بعد ما تكشف الحقيقة هتودعك. شايفك انت بتقول ربنا بيحبني، ربنا نصرني، ربنا اداني على قد نيتي، لانك انت طيب وما تستاهلش كل الشر الناس اللي بتقدمه لك ده. شايف الايام اللي داية بإذن الله، شايف عندك حاجة حلوة، هتغير من نفسك، هتغير من حياتك. إيه شايف ان عندك تغير، هذا حلو، ادي لك هتغير حاجات عندك كثيرة. شايفك ان انت بتلملم حالك، بتلملم فلوسك، وبلاش تصرف كثير، لان اللي داخل خارج، الفلوس في ايدك بتبخر ما قاعداش معك يعني. لان شايف هنا حاول تلملم علشان تقدر تصرف وتقدر تكمل طريقك. اللهم صل على سيدنا محمد. حاول ان انت تستغل كل الوقت اللي عندك او كل الوقت اللي في حياتك. شايف عندك خير، عندك رزق، عندك حب، عندك تفاؤل، عندك حد هيكلمك ويعتذر لك. شايف هنا كمان انت بسم الله الكاشف، حياتك هنا المادية اللي جاية على قد اللي رايح، مفيش حاجة مكتملة او متجمدة معاك، مفيش حاجة متشالة، اللي داي على قد اللي رايح. علشان كده بقول لك حاول تمسك على ايدك، حاول تغير من نفسك. عندك خير، عندك خير، عايزك يعني بلاش تكون محبط. احب ابشرك ما شاء الله عليكم، انتوا يعني هنا هتخرجوا شخصين من حياتكم، هتغيروا شخصين من حياتكم، بيتدخلوا دول في خصوصياتكم، بيعملوا لكم مشاكل. البعض عندكم هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، عنده بشرى بمولود،
عنده وشرب مولود، في بعض منكم عنده زواد مرة أخرى، مرة ثانية عندكم زواد، في زواد مرة ثانية. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، شايف عندك هيكون فلوس هتمسكها في ايدك، الفلوس دي هتمسكها في ايدك، هتحقق بعض الامور اللي طال انتظارها. شايف ان انتوا بعض الامور عايزين تحققوها بمعنى اصح، بلاش تشتكوا من الم المعده، الحاجه اللي بتشتكوا منها اكشفوا عليها، لان السحر عمل لكم تعب في المعده، حاولوا تخلصوا من السحر، لان شايف طاقه سحر عندكم، حاولوا تخلصوا منه، لان شايف عندكم كميه طاقه حزن، طاقه سلبيه، طاقه تعب. اللهم صل على سيدنا محمد. في سر هنا انت لو اكتشفته هتحط النقط على الحروف بشكل مختلف. شايف ان لو اكتشفته هتحط النقط على الحروف بشكل مختلف خالص. شايف هنا الايام دي انتم من اكتر الايام اللي عندكم كسل، عندكم خمول، يعني حاسين باحباط طول الوقت والصداع مستمر، عندك الاصداع مستمر. شايف ان انتوا بتاخدوا علاج بيخف شويه ويرجعوا تاني، يعني الصداع مزمن بمعنى اصح كما قلنا، هذا من السحر. شايف هنا ان انت خلاص قررت تنتبه، قررت تاخد خطوه، قررت تغير حياتك بالكامل وتبصوا لنفسكم بشكل مختلف، ابتداتوا تحققوا النجاح، توصل للهدف اللي انتوا عايزينه. شايف ان انتم هنا بتحبوا نفسيكم، بس انتوا يعني مش انانيين، بس بتحبوا نفسيكم، بتحبوا تغيروا، بتحبوا تستكملوا، بتحبوا تاخذوا خطوه لقدام للامام، علشان كده دايما معرضين من المشاكل والاعداء، عندك الاعداء، لان طيبه قلبكم ونقيتكم هي اللي مخلياك من الناس مش بتحبكم، الناس عايزه توقعك في مشاكل. متعرضين للاعداء، متعرضين للاعداء. شايف الانفراد؟ خلاص. خلاص الانفراد، قدامك خطوه باذن الله تعالى وهتعدي الظلمه وهتخرج الى النور باذن الله تعالى. البعض منكم هنا عنده سفر. عنده نجاح كبير باذن الله تعالى في حياته. عنده نجاح كبير في حياته. شافك كده انت متضايق مخنوق، متضايقين مخنوقين قوي. الخنقه اللي عندكم دي شايف ان هي مخلياكم خلاص بتشتكوا على الهم اللي انتوا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف الفتره دي انتم هنا عايزين حاجه تعملوها، عايزين حاجه تعملوها او حاجه تتخلصوا منها. شايفك ان انت في حيره، محتار، عايشين يعني في فترة صعبة، فترة متقلبة، فترة يعني مش عارفين تاخدوا فيها قرار، بس عندكم إشارات حلوة، عندكم كذا إشارة وكذا فرحة بإذن الله تعالى، عندكم كذا فرحة، هتقف على أرض صلبة وهتخرج من الضيق في وظيفة بإذن الله تعالى، وكنا في زواج مرة ثانية في بشرب مولود إن شاء الله، عندك سفر وفي رحلة فسحة أو رحلة، في مكالمة تديلك هتسعد قلبك بمشيئة الله، قدامك نقطتين وهتديلك المكالمة بإذن الله تعالى هتسعد قلبك. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابنا في الله وأخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من تعطيل أو من تابعة، كلها الفيديوهات بنزلها من قبل داخل القناة، والرقم أمامكم واتس إن شاء الله، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل بمشيئة الله. وكما تعودنا الصلاة على الحبيب المصطفى، انزل في التعليقات صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشي اللهم بنورك كما غشيت سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسرار العالم.